ومن جرب هذا طبعا مع المظالم، لا تظن أن المظلمة تذهب أدراج الرياح، كل مظلمة سيفتح الله لك بها، كل مظلمة تقع عليك وتصبر سيفتح الله لك بهذا الصبر ما لا تظن. انظروا صبر النبي على أذى كثير، على مقتل حمزة، على الحصار، على أذيته، صبر، ما توقف بعد ما رأى جثة سيد الشهداء حمزة وقال خلاص أما الآن بما أنه كذا. لا لا، هو كلنا لله، كلنا سنموت، من لم يمت من السيف مات بغيره، الطريق طويل، انطلق لا تتوقف، ماذا نفعل؟ هذه الدنيا ليست للعيش، والله قد ذم الذين رضوا بالحياة الدنيا، ما نرضى بها، نستعيد الإيمان بالمعاد، الإيمان هذه ضرورية، الإيمان باليوم الآخر، الدنيا ليست نهاية المطاف. فالذين يجزعون كثيرا نعم يعذرون، لكن أيضا لا بد أن يذكروا هذه الدنيا ليست محلا للبقاء. عندكم مشروع، أنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر، نفذوا المشروع. نعم في الطريق فيه مصائب، هناك قتل، هناك بلاء، هناك فقر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله؟ ألا نصر الله قريب. فالنصر يأتي بعد هذا، بعد زلزلة وبعد محن وبعد، فلا بد من فهم الفكرة والتمسك بالفكرة الثقافية الإيمانية، وستنتصر قطعا. أما إذا ضعفت ولا مشيت لنصف الطريق، والله نعم إذا لم تكن واثقا من خطواتك راجعها وصحح وارجع عن الباطل، إذا كان عندك باطل أو مظلمة أو فساد ارجع وصحح واستغفر وعوض. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام عند أيضا عندما ارتكب خالد بن الوليد مجزرة في بني جذيمة، تبرأ مما فعله خالد وأرسل الإمام علي يدفع الديات واسترضاهم وكذا، يعني عمل أعمال، يعني طبعا لأنهم فئتان، القصاص هنا في الناحية الفردية، في الناحية الجماعية هناك يعني كلام فقهي، خاصة إذا اعتذر هذا بأنه ظن وأنه كذا وأن ظنن، ويأتي باعتذارات ويشهد له أناس، ويعني فأحيانا الأخطاء لا تبرر، وجود أخطاء في جيشك في إدارتك لا تبرر أن الاستمرار عليها وأنك على حق مطلق، لا، كلنا بشر، نخطأ ونصيب، نكبو ونقوم وهكذا. فآمل أخذ هذا في الاعتبار، وأن يعني يستفيد كل فئة أو كل فئة مضطهدة تدعو للخير وتدعو للحق أن تستفيد من أسباب النصر. ومن أهم أسباب النصر كما قلنا التركيز على الحد الأدنى، سعة الأفق، التوكل على الله، تصحيح الأخطاء، التواضع، ترك الكبر، المشي على الأرض هونا، عدم العجب، عدم الفرح إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، لا تعجب، أما النصر إلا عند الله. لا تهتم ب يعني لا تطغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا رأيت نفسك مستغنيا عن الآخر تطغى، لا، ضروري مراقبة أسباب النصر هذه النفسية والمادية والإيمانية وتوظيفها في النصر. وإن شاء الله أن الله يكتب للمؤمنين الصادقين العادلين أن يكتب لهم الانتصار للمبادئ ليس الانتصار لأنفسهم. ونحن ندعو لكل فئة فيها محاسن مسلمة أو غير مسلمة أن ينصرها الله على من ظلمه، مسلمة أو غير مسلمة، يعني لو أن هناك دولة مسلمة تضطهد غير مسلمين سندعو لغير المسلمين. نحن ندعو للصابئة في العراق ضد داعش، ندعو للمسيحيين في سوريا وهكذا. هذا هو المسلم، والقرآن دليل على هذا، بس أنه الوقت طويل، أقصد الوقت قصير ما يحتاج أن نشرح. ولا القرآن عالمي تماما، ليس ومعنى الإسلام والكفر وكذا له معاني أخرى في القرآن غير المعنى المذهبي والروائي. القصة يعني ترون فاهمين الدين خطأ، يعني حرف من زمان، حرفت معانيه، وتعنصروا المسلمون، تعنصروا بالإسلام وعسكروه وضيقوه حتى أصبح كما ترون.
أما قبل لا، الله ينهى نبيه: ولا تكن الخائنين خصيما، عندما تشاهد مسلمون على يهودي ووبخ الذين شهدوا، لا يتخذ الخائن خصيما ولو كان مسلم وينصف الثاني ولو كان يهودي. هذا العالمية، القرآن ذكر العالمين والنبي رحمة العالمين. هذه العالمية أبطلها المسلمون بعنصرتهم للإسلام، للأسف الدول الظالمة التي قامت عبر التاريخ. شكرا لكم، أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.